السلام عليكم، مرحبا بكم في برنامجكم رونديفو دي زارتيست على لو دي جي تي في ولو دي جي راديو. موعد اليوم استثنائي مع مبدعة استثنائية تحمل على عاتقها رسالة فنية نادرة، رسالة فن كتساهم في التربية، التوعية والتحسيس، كتساهم في تهذيب الذوق والتربية على المواطنة الحقة رغم أن هذا الفن ما واخدش حقه. موعد اليوم مع سيدة التحدي بيد من حديد تحمل لواء موسيقى الطفولة والشباب، ضيفة رونديفو ديز أرتيست، رئيسة الجامعة الوطنية لموسيقى الطفولة والشباب، رئيسة جمعية العدوتين للموسيقى، مديرة المهرجان الدولي لموسيقى وأغنية الطفل التربوية، ومديرة المهرجان الوطني للشباب، الأستاذة الفاضلة بديعة العراقي. ليلى بديعة، مرحبا بك معنا مرة أخرى في برنامج رونديفو ديز أرتيست. نهار كبير هذا. ربي يخليك ليلى، ترحب بك جنة وشكرا على الاستضافة، الله يحفظك للنعيمة. بارك الله فيك. ليلى بديعة، كانت آخر دورة ديال المهرجان الدولي لموسيقى وأغنية الطفل هي الدورة 27، وكانت ما شاء الله دورة ناجحة بكل المقاييس. كيف باقي الدورات دابا؟ يعني غادي نشوفوا بأن 27 سنة من العطاء، 27 سنة من الوفاء لأغنية الطفل التربوية. غادي نرجع بيك للوراء وغادي نرجع ليك للدورة الأولى اللي يعني الحاج الأستاذ الكبير ديالنا سيدي عبد الحميد بوجندار الفنان المقتدر، كيفاش جات الفكرة أنه يدير مهرجان دولي لموسيقى وأغنية الطفل التربوية؟ أولا الله يرحمه ويجدد عليه الرحمات، هذه كانت فكرة ديالو، إبداع ديالو، أن هو بدأ في المجال ديال أغنية الطفل، كانت يعمل الشباب الوطني الديني، عنده واحد المجموعة ديال الأغاني، ومؤخرا بدات يعمل اغنيه ديال الطفل الان اللي وصلها لواحد 100 اغنيه تقريبا اللي هي في الخزانه ديال الاذاعه. تبارك الله، دونك 100 اغنيه تقريبا تربويه. في هذاك الوقت اللي هو دار الاغنيه التربويه، علاش دارها؟ لان لما نحلوا الراديو ميديا ديك الساعه، داك الشيء وليدات ديك الساعه كانوا صغار، باش يلقاو يتلقاو شي اغنيه ديال الطفل يسمعوها، ما تلقى غير الاغاني اللي هي خارجه على المغربي، يا مصريه يا ما علاش ما يكونوش هاد الاطفال تيتصنتوا الاغنيه تربويه وبالخصوص باللغه العربيه؟ لان داك الوقت كان دارك هو الاستاذ الله يرحمه طاهر التوزاني، محمد طاهر التوزاني كان صديق ديالو، هو شاعر، كان مدير النيس ديال المدرسه، كان تيكتب وتيكتب باللغه العربيه، ولكن ديك اللغه العربيه السلسه اللي يمكن الاطفال يهضروا بها، اللي كتوصل بسرعه وما معقداش. هذاك تيكتب والاخر تيلحن، ولكن هادشي كله مع الاسف ما تيخرجش بزاف. كان واحد الوقت شي حاجه، كانت القناه الصغيره مع العيادي الخرازي تيعملوا شي حاجه بسيطه ولكن ماشي بزاف. قالك هو علاش غادي يبقى هاد الاغاني منزله غير في الخزانه ما تخرجش للعلن؟ فكر في هاد القطع، هاد المشكله هو ديال المهرجان ديال اغنيه الطفل، فكر فاش يديروا. وفعلا كان اول مهرجان ديال الطفل دار في العالم ماشي غير في المغرب. من تما الناس خداو بهالدول عربيه، خداو الفكره منه وبداو تيديروه. هذا الحمد لله مزيان ان بدا دار المهرجان، وكان في بدايه ديالو كان غادي بشويه بشويه حتى تعرف الان الحمد لله. وبدا بالرعايه الساميه ديال المرحوم. المرحوم الله يرحمه ويجدد عليه الرحمات، الملك الحسن الثاني الله يرحمه ويجدد عليه الرحمه، كان بدا بالرعايه. هذيك الرعايه اللي تعطات انذاك ديال سيدنا اعطاته واحد الحافز وواحد القوه، ان خلاته يعمل المهرجان بواحد الاريحيه، ما تهمش ما يكونش الدعم، ولكن مع الاسف كان الدعم في ذاك الوقت. كانت وزاره الشباب تعطينا الاقامه، تجيو الناس من جميع المدن المغربيه تينعسوا اربعه ايام ياكلوا، يا سلام. كان ذاك الوقت كانت تتعطى لك الاقامه والحافله اللي تتوصلهم، المسرح، كل شيء تتعطى، كانت الامكانيات موجوده، ولان كانت باقي هذا الشيء في البدايه ديالو، وكانت شغنقول لك حتى الامور كانت كاينين ماديات، وكان الامور غاديه مزيان.
فمع الاسف هذه الايام شويه قللت الدعم، ولكن الحمد لله باقي غادي مستمرين. عندنا دعم قوي اللي تيقوينا وتيعطينا دائما اننا نبقاو متمسكين بهذا المهرجان، وهي الرعايه المولويه الثانيه. نعم. اللي بقات دائما حتى العهد سيدنا الله ينصره ويخليه تاج فوق ريوسنا. هذيك مني تجي هذيك الرعايه تنكون باردين، لان الدعم يكاد لا يذكر، قليل وقليل جدا، والمتطلبات كثيرة، والناس بزاف اللي باغين يشاركوا، الأطفال بزاف اللي باغين يشاركوا، وما تلقاوش باش نغطيو هاد المصاريف. ولكن الحمد لله مني تجينا ديك الرعاية واحد طاقة إيجابية، واحد القوة، ما نقولكش واحد القوة تدير فينا واحد الحماس، واحد الحماس ما نقولكش تتنوصلوا للحمد اللي بغينا. الحمد لله. وكنتمنوا الاستمرارية لهذا التظاهر الفنية الكبرى، لأن فعلا الرعاية السامية ديال سيدنا الله ينصره كتعطيكم واحد القوة، واحد طاقة إيجابية. صحيح. من أجل النضال. صحيح. وتبقوا وفيين الأغنية طفل التربوية. صحيح. إن شاء الله. صحيح. لأنكم توما أول وحدين يعني نهضوا بأغنية الطفل التربوية. صحيح. بالمغرب. صحيح. وكانت منو لكم الاستمرارية إن شاء الله. اليوم تنلاحظوا على بدعة بأن الطفل يعني كيسمع أغاني متنوعة، سواء في المنزل ديالهم أو في المؤسسة التعليمية أو في دور الشباب وحتى في المخيمات، يعني ما كيسمعوش بزاف الأغنية الطفل لأنها نادرة جدا وما بقاتش في السوق، ما عدا بعض الفنان، أقول بعض الفنانين اللي ما زال كيتغنوا بالطفل. واش لأن أغنية الطفل ما واخدش حقها من طرف المسؤولين أو لا إعلاميا، أو لا نقدروا نقولوا بأن الفنانين ما بقاوش كيبغيو يتوجهوا لأغنية الطفل لأنها تقدر تكون ما مربحاش، أو لكن شي أسباب أخرى؟ لا، الأسباب اللي كاينة هي إعلاميا. نعم. ففيما يخص الأغاني التربوية موجودة، كاينة، واخا ماشي بكثرة ولكن موجودة، وهي إذا كانت إعلاميا نشروها هاد الملحنين وهاد المغنيين غادي يجيو يتبعوا وغادي يبقاو يمشيو فيها، بحيث احنا عندنا الخزانه هي فيها اغاني ما تدعش الا قليلا. هذه من جهه. من جهه اخرى، احنا هاد المهرجان اللي تنديروا فيه ابداع للاغنيه. نعم. التربويه، لا كلمه ولا لحنا ولا اداء طفل مغربي ملحن مغربي، كلمات وكل شيء جديد، كل شيء ابداع. احنا دائما تنشجعوا الابداع، ما تنخليهمش يديروا التقليد. نعم. الاطفال ما تخليهمش يديروا التقليد. نعم. كيفي تنديروا الابداع. اذا هذاك الاغنيه على الاقل ياخذوا غير دوك الاغاني اللي تياخذوا الجوائز. راه هذا الشيء ماشي تيجي من فراغ، راه كاينه لجنه اللي هي من العيار الثقيل اللي تتاخذ على عاتقها ان يكونوا الكلمات في المستوى، ان اللحن في المستوى. هذا الشيء تيكون هذه اللجنه لجوج المرات، المره باش تتنتقي الاعمال اللي غادي تدوس في المهرجان تتاخذ غير المزيان في المزيان. ثانيا اللجنه تتاخذ دابا في الاخر تنتقي في التباري. نعم. تنتقي. إذن علاش هادوك الناس مسؤولين لا ديال الاذاعه ولا التلفزيون ما يجيوش ياخذوا دوك الاغاني مجانا؟ لان الناس ما بقاوش يطلبوا الفلوس. هي ماشي مربحه او مربحه، هذا راه ماشي هو الاشكال. اجيو سيدي خذوا غير دوك الاغاني اللي هما منتجو جميل، خذوهم وديروهم، شجعوا داك المنتج، شجعوا داك اللي نتج لكم ديك الاغنيه، شجعوا داك الطفل ولا طفله. نعم. يزيدوا يعطيو اكثر. ملي تيشوفوا داك الشيء تيتخد، بحيث حتى التلفزيون تيجي ياخذ واحد اللقطات تيدوزوه في الاخبار وتيمشي بحالاتهم. علاش ما ياخذوهمش يديروهم برنامج خاص للطفل؟ نعم. علاش مع اننا ما عندناش برامج خاصه للطفل، ما عدا الا كانوا غادي يديروا فيهم غير داك البرنامج اللي تيديروا لك فيه شي حاجه بسيطه والرسومات وشي حاجه بسيطه، داك الشيء يكاد لا يذكر. علاش ما نديروش اغاني؟ ونتمنى ولا بديعة هذا لو ميساج، هذا ميساج. نعم. هذا الميساج اللي قلتي دابا يوصل وقوي، لان هذا تيشجعنا نزيدو نستمروا. علاش مازال جيش التلفزيون باش يسجل؟ علاش
صوروا داك الشيء وعطوا للاطفال. كتاخذ لقطات فقط؟ تاخذ لقطات. ولاله بديعه كيف قلتي دابا يعني المهرجان كيكون فيه تبارك، كتكون مسابقه، وعندما نقول مسابقه لابد من لجنه تحكيم. تمام. ودائما يعني المهرجان كيحرص ان تكون عنده لجنه تحكيم من العيار الثقيل. وهذه الدوره الاخيره كان كيتراسها كيف باقي الدورات الفنان الكبير عبد العلي الغاوي اللي هو رئيس نادي الفنانين المغاربه، واللي كنلاحظ بان الفنان عبد العلي الغاوي عنده واحد المكانه خاصه في قلب المهرجان الدولي لموسيقى واغنيه الطفل. شنو هو السبب اللي خلى هذا الفنان يكون عراب المهرجان لدورات؟ اولا نتوجه له تحيه من خلالكم من هذا المنبر. نعم. الاستاذ عبد العلي الغاوي، اولا السيد محب وعنده إلمام بهذا المجال ديال الطفل، هذه الاولى. ثانيا هذاك الرجل بحال يخدع على عاتقه انه يكون دائما مساند، لانه انا سنعتبره مساند رسمي. نعم. لهذا المهرجان. ما عمر عبد العالي الغاوي عيط له لا الاستاذ ولا انا وقالنا راني عندي ولا عندي، ولدي نزيدك وضيفيه المعلوماتك، ويبغي يعرفوا الجميع ان هذا السيد تيجي مجانا، رغم انه تتكون عنده تيلغي الحفلات اللي فيها الفلوس. انا شاهد وتيجي، لان اولا تيحب الاطفال بواحد الشكل كبير وقوي، ثاني الاطفال تيبغيوه، وبالخصوص الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه تينتظروا الاغنيه ديالو باش يطلعوا معاه، وتيعطيهم واحد الدعم قوي بالتشجيعات ديالو، واخا ما تيقاضي الفتره ديالو ويخرج داك النمره ديالو، وتيشوف الاطفال طلعوا ذوي الاحتياجات الخاصه تيطلع يسالهم. وهذه بادره طيبه من المهرجان انه كيفتح الباب كذلك للاطفال، يفتح الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه باش يطلقوا الابداع ديالهم. والاكثر من هذا راه ولاو تيعملوا شي حاجات ما عمرنا كنا تنشوفوها فيهم، كان عام على عام كيبدعوا اكثر نعم. اولا مناش من تشجيعات ديال الجمهور، من تشجيعات ديال الاطفال اللي تيكونوا الاسوياء اللي معاهم. نعم. دائما. ثالثا واللي هو الاهم هذا الاستاذ عبد العالي الغاوي اللي تيوقف معاهم ويطلع معاهم سلسل، واخا راه دوز النمره. نعم. ديالو، ومع انه محبوب استاذ ذو اخلاق عاليه. اش غنقول لك، واخا تعطيني ساعات وايام وشهور ما تكفينيش انني ما تكفيش حقه ندوي على سي عبد العالي. نعم. انا سي عبد العالي ما يمكنش نتصور المهرجان بلا ما يكون سي عبد العالي، لا الطفل ولا الشاب. لان داك الطفل راه هو اللي ولا شاب. نعم. راه 27 عام، راه داك الطفل اللي كانت عنده 8 سنين وكانت عنده 7 سنين راه دابا راه تيشارك الشباب. نعم. والجميل لاله بديعه غادي نرجع معاك للدوره 27، يعني واحد الشفافيه واحد الجديه في لجنه التحكيم، بحيث كانوا الوليدات يعني كاين اللي جاب اغاني يعني مسجلينهم ديالهم ابداع ديالهم مسجلينهم واداوها بلاي باك، مني كيساليو كيطلب منهم الاستاذ انه يغني شي مقطع اكابيلا يغني لايف باش يتاكد من الصوت. صحيح. وهذا شيء جميل جدا. صحيح. شيء جميل جدا. صحيح. صحيح. نعم. اللي هو اجمل انني انا ما تندخلش في لجنه التحكيم. نعم. نهائيا بالمره، سواء عجبني العمل او ما عجبنيش ما تندخلش فيهم، لان ما جبتي ذوي الاختصاص الا خصهم يديروا الكلمه ديالهم. الناس كاين اللي ما تعجبوش الحال تيقول لك لا انا هذه انا، ولكن انا ما تنعترضش، لان كلهم في المستوى الاساسي كل في مجاله. نعم. تيعطي الكلمه ديالو، اذا ما عندي انا باش ندخل. عندنا دائما الشفافيه، ودائما الانسان وهما تيشوفوها كل شيء لا شاب ولا طفل تيعرفوا بان عندنا الشفافيه، وما تنديروا لا الوجه لهذا ولا الوجه الاخر. حنا دائما غاديين بما يرضي الله، وهذه من يعني من الصفات اللي كيمتاز بها المهرجان، يعني هذه معروفه على الصعيد الوطني بان المهرجان كيمتاز بالشفافيه، يعني خلال التباري يعني الوليدات اللي يستحق شي حاجه راه كياخذها. الحمد لله. لاله بديعه بصفتكم رئيسه الجامعه الوطنيه لموسيقى الطفوله والشباب، يعني الجامعه تحت اللواء ديالها مجموعه ديال الجمعيات. صحيح. الوطنيه. صحيح. بغينا نعرفوا شنو هما الاهداف ديال الجامعه، وشنو هما الخدمات اللي كتقدمها الجامعه للطفوله والشباب. اولا الجامعه دارت مكمل للجمعيه العدواتين، لان هذوك الاطفال اللي كانوا اطفال عاد دابا قلتها لك، الاطفال اللي كانوا اطفال في عهدنا هذا راه هذه دابا انا قلت لك 27 سنه، احنا ما بغيناهمش يخرجوا على النطاق اللي احنا رسمناه لهم.
أن نعم. يمشيوا في الطريق السوي لتتبعهم تتبعهم نعم. درنا الجامعة تتبعا لهذوك الأطفال لا اللي هو كان طفل أنا إحنا تنديروا التباري في العزف المنفرد نعم. على جميع الآلات الموسيقية تنديروا التباري في المجموعات الصوتية اللي هي كورال تنديروا التباري في في الأغنية المنفردة نعم. فهذوك اللي هما تبارك الله راه كاينين اللي فنانه اللي تخرجوا غادي نرجعوا لها هذه من بعد ان شاء الله واخا انا معك المهم هاد الاطفال احنا تبعناهم بالجامعه بل اكثر من هذا الجامعه خدات على عاتقها ان راه دخلنا لواحد العدد ديال المدن المغربيه راه من طنجه للقويره خدينا واحد العدد ديال دور الشباب وضفنا فيهم اساتذه ديال المادة التربية الموسيقية اللي هم تقريوا أطفال وشباب في دور الشباب مجانا يا سلام بحيث داك الشيء اللي تعطيهم الجامعة يكاد لا يذكر بل أكثر من هذا هذه سنتين ديال كوفيد بقوا غادين عن بعد تيقدموا الدروس ديالهم رغم أن الدعم ما توصلناش به وانا مرارا وتكرارا تنقول لهم زعما الا شفتوا راسكم انكم ضرورين تقول لا ما يوقفوش علاش لان شافوا هذاك الشيء تعطات الاكل ديالو نعم. لان في كوفيد درت مهرجان اول للنوادي الموسيقيه ولقينا واحد العدد تبارك الله ديال الاطفال اللي لا في العزف ولا في الغناء ولا في واحد العدد ديال المسائل الفنيه غاديين مزيان خدينا أصوات خدينا ولكن مع الأسف الدعم توقف ما عرفناش هو كوفيد مشى ولكن الآن باقي ما كاين حتى شي حاجة عينا نرسل المسؤولين ولا من ينادي هذا الواقع ايوا بغينا نزيدوا للقدام ان شاء الله ما كرهنا ان شاء الله الغالب الله ان شاء الله لاله بديعه من بعد سنتين من التوقف ديال المهرجان الوطني للشباب لان طبعا بسبب الظروف الكورونيه ان شاء الله هاد السنه غادي يكون المهرجان الوطني للشباب الدوره على ما اظن 19 اللي غادي تعرف مشاركه ديال المواهب شابه من شمال الى جنوب المملكه المغربيه وغادي تنظم مناسبه عيد العرش ايام 25 يوليو 2022 تحت شعار الثقافة والفن رافعة التنمية واش نقدروا نقولوا على البديعة هذه الدورة غادي تكون احسن من الدورات السابقة او لا كتبقى هذه المسألة على حسب الامكانيات والدعم واه 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 غادي ندوي معك بكل صراحة لاله نعيم طبعا الدعم كلينا وشربنا عليه راه شي بعد الدورات رحنا تيبقى علينا دائما الكريدي وتيبقى علينا ولكن هذا ماشي إشكال احنا انا قلت لك في البداية احنا تنقلبوا دائما ونطمحوا دائما ان تكون الدورة في المستوى اللي احنا تنطمحوا له علاش لان لما تيعطيك سيدنا ديك الرعاية تيكلفك هذاك التكليف والتشريف اذا تتقلبي ان دائما تكون الدورات في المستوى تليقوا والرعاية الملكية ما تتهمناش هذاك الدعم هذاك الدعم صحيح مكمل وتزيد يحفز دوك الناس اللي جاو شاركوا ولكن هذوك الناس تيعرفوا أن كما قلتي الشفافية تيعرفوا أن بدي على رقي إلا قالت لهم ما خديتش الدعم راه ما خدتش الدعم إذن تيقولك حنا غادين معاك الحمد لله تلقاو الناس اللي واقفين في جنبنا تلقاو فنانة اللي هما تيساعدونا كيامنوا بالمهرجان كل شيء تيامنوا لان عارفين الفكره كي دايره وكيفاش تخلقات وعلاش تخلقات وما تيهمناش الربح المادي قد ما تيهمنا ان هاد الناس يصعدوا وهاد الفنانه تعطيهم فرصه هاد الاطفال وهاد الشباب يتعطى لهم فرصه لان عندنا طاقات فنيه ممتازه خاص غير اللي يقبط بيديها ويوصلها حنا مع الاسف ما غاديش نعطيوهم الماديات ما غنعطيو كنا تنعطيو جوائز على قد الحال ديالنا تنعطيهم كتحفيز ليهم وباش يزيدوا القدام ولكن انا تنقول لك دائما ملي تيشوفوا هما الشفافيه تيزيدوا معنا وغادي دائما اداو نخليوهم دائما باش يعطيو الابداع وتبارك الله الشباب عنده شبابنا مبدع اطفالنا مبدعين خاصين اللي يقبض بيديهم وانا هذا دائما تنصيف تنوجه نداء لهاد الناس اللي هما مسؤولين على المجال الثقافي
يعطيو فرصة لهاد الشباب. أنا تنقول لهم شتي غير تحفيز أن التلفزيون يجي يصور لهم، نعم. راه هذا محفز كبير، كبير. ما تنتظروش أن، لأن هما باغيين هي اللي يوصلهم. إذا لما تيعطي التلفزيون واحد الحيز لهذاك الطفل أو الشباب يبان له داك الشيء اللي عمل، داك الإبداع اللي سهر عليه الليالي ومشى سجل، تيسجلوا على حسابهم على نفقتهم. اذا ما نحفزوهمش حتى بداك التلفزيون يجي يصور لهم. ما تاخذوش حتى ديك الناس ديروا سهرات على الاقل. اسيدي احنا ما تنطلبوا منكم لا فلوس ولا حتى حاجه، اجيو اسيدي خذوا السهرات مجانا، اسيدي ديروا السهرات. برك علينا ما نشوفوا الوجوه القديمه تتبقى تعاودوا. عطينا المجال لهذا الشباب اللي خارج، احنا ما بغيناش نبانو، احنا بغينا ندفعوا هذا الشباب. اذا باش تتسناو هاد التنميه باش غادي تمشي الا ما كانوش هاد الشباب بغاو يمشيو بكري؟ سمحي لي تنهضر بانفعال. لا خذي راحتك، انا لا بديعه. خذي راحتك، لان داير لي هادشي طاقه في القلب وتيبقاو فيا هاد الناس، لان تيشتكيو راه هاد الاغنيه طاحت عليا بقده وقده، راه هادي راه هادي. ولكن لا غالب، ما عندي ما ندير، جهدي هو هذا. راه كاينين الدورات اللي تنبيع فيهم هادي لا بديعه. انا راه كنت يعني متردده واش نقول هاد المساله ولا لا. لا. ولكن دابا انا اشهد بان واحد الدوره، انا عاقله، هما دورات. دوره بعتي فيها لاله بديعه الدب ديالك، ودوره بعتي فيها البيانو باش تكملي. صحيح صحيح. للاسف انا من شيء نوع مؤسف. انا من نوع انا شنقول لك، عصاميه ماشي عصاميه، هذه تربيه خلاها لي الاستاذ بوجندار الله يرحمه. الله يرحمه. لا يهمه الربح المادي قد ما يهمه هذيك الماده اللي غادي تقدمي. نعم. اذا انا من النوع اللي ما تنبغيش، ما عندي ما نربح، ما عندي ما ندير بالربح، غير ما نخليش الناس يدقوا عليا على هذا تيسني هذا تيسني. اذا اضطريت باش نبيع مره الذهب ديالي في حياه الاستاذ. ولما مات الاستاذ خلى عليا، خلى ديون هذا المهرجان، خلى ديون، بعت البيانو وخا بعته بواحد الثمن، وبعت واحد الاله كانت عنده عزيزه ما بقاتش كاع، نادره ما بقاتش في السوق، وبعتها شريها من فرنسا من اللي كانت تيقرا في فرنسا، وبعتها له باش نسدد الديون. وهادشي انا تنقول للملا اللي قال لي شي حاجه يواجهني ويقول لي انا تنعطيك ولا تنمد لك. ما كاينش، الله غالب، الله غالب، الله غالب، الله غالب. ولالة بديعة يعني رغم وفاة الحاج عبد الحميد بوجندار يعني بقى معك السند، بقات الابنة ديالك. صحيح. أمال بوجندار اللي كان وجهوا لها تحية كبيرة من هذا المنبر، وكذلك عبد القادر بوجندار الأبناء ديال لالة بديعة، الله يحفظهم، الله يخليهم لك لالة بديعة، الله يحفظهم. ودابا ما تنسيش راه كاين الخلف، كاين عندي اللي هو أكرام اللي هو حفيدي تبارك الله، راه عنده السنة الثامنة في البيانو تبارك الله، حتى هو راه وصل لواحد السن هذا، الله يحفظه وين يجي وكل شيء تبارك الله. شرب من الموسيقى، وشرب من الميدان الفني، الله يحفظهم جميعا، يحفظ وليدات المسلمين كفاء اجمعين. يعني رغم ما عندكش الدعم المادي، ولكن عندك واحد الدعم معنوي كبير بزاف. صحيح. كاين الرعايه المولويه ديال سيدنا، وكاين الدعم المعنوي الكبير ديال وليداتك، الله يخليهم. الله يحفظك. لاله بديعه منذ بدايه المهرجان يعني راه من ديال الطفل ولا سوا ديال الشباب يعني كانوا كيفوزوا مجموعه ديال المواهب، واللي كنعرف كاين مجموعه ديال الفنانين اللي دابا الاسماء ديالهم معروفه في الساحه الفنيه. صحيح. شاركوا في المهرجان. صحيح. وفازوا بجوائز. صحيح. تقدر تعطينا بعض الاسماء لاله بديعه؟ بالطبع بالطبع. اللي بقيت عقله عليهم كانت جنات مهيد. نعم. الان اللي هنا تبارك الله راه فنانه معروفه، كانت خدات عندي احسن صوت وهي عندها 10 سنوات، شاركت بأغنية وحتى هي إبداع. وكينا سلوى حتى هي كانت أخذت جائزة. بدر سلطان. كين بدر سلطان. نعم. حتى هو أخذ جائزة، هو تبارك الله حتى هو في الساحة الفنية. حسنة زالة. كينا حسنة، هذه حسنة كانت من الناس اللي كانوا مع الثلاثي بوجندار. أغنية الطفل. أغنية الطفل كانت يشجعهم الأستاذ. واللي شنقول لك اسماء كثيره، كاينه اسماء كثيره اللي صعيب دابا هذا اللي تلفت لي من ذاكرتي، تنسمح منهم، اسمحوا لي راه ما كلهم وليداتي. ولكن اللي باغيه تعرفيه هذا، ان كاينين تبارك الله اللي كانوا اطفال وخداو المشعل الان، وهذا العام
كانت وحيده من هذوك الوريقات ودوك الوريضات اللي دازوا في اطفال ودازوا في الشباب. الان خديته تبارك الله استاذ، راه الان استاذ وباحث، وهو توفيق سرحان. هذا راه كان من الناس اللي جا عندي هو طفل وبقى غادي معنا ونجح في هذا، وتبارك الله ولا حتى هو فنان ولا لا عضو في الجمعيه على درتو لا عضو في الجامعه. نعم. والان تيدير استاذ الموسيقى وباحث في الميدان الموسيقي ودار قطع ديالو حتى هو راه ولا ملحن تبارك الله. هذا ما يثلج قلبنا اننا نشوفوا وليداتنا وصلوا الحمد لله. هذا العام انا باش نزيد نكبر به وباش نزيد، ولكن راه سهل جبتوا اللجنه. نعم. باش تعرفي بان هذا الجامعه ما تتنساش وليداتها، وهاد الجمعيه راه ما تتنساش وليداتها، كاع اللي وصل لشي بلاصه راه حنا تنجيبوه. نعم. ويكون في المستوى. من بعد ما دويت لك على توفيق سرحان في نفس اللجنه حتى هي فيها رضوان الديري اللي ما نساوش، حتى هو تبارك الله فنان كبير ولا فنان عالمي معلوم، كان جا شارك عندي في مهرجان اغنيه من الحانه، وشكون اللي ادى الاداء؟ ادى زكريا. اللي هو دابا كاتب كلمات. نعم. زكريا الحداني هو اللي ادى القطعه وخذوا الجائزه الاولى على ما اظن، ما عطوش الدوره السادسه او السابعه كانوا خذوا الجائزه. اول ما بداو معايا، ولكن الان هما بجوج وصلوا للعالميه. معلوم وتبارك الله في المستوى الكبير. نعم. ما عندنا ما نقولوا. نعم. وخلاص الاستاذ ما عبد العالي الغاوي ما نهضروش عليه، لان تبارك الله رئيس اللجنه، وانا قلت كنحسبه مساند الرسمي ديالي. طبعا ما نهضرش عليه. لالا بديعه، بفضل النضال المستمر ديالك المتميز في ميدان موسيقى الطفل والشباب، حصلتي على عدة شواهد وألقاب، وكذلك على الدكتوراة الفخرية ولقب سفيرة السلام وعدة ألقاب أخرى، ما شاء الله عليك، لأنك تستحقها. شكرا. واش هاد الألقاب والشواهد لالا بديعة هما القوة والدعم الأساسي ديالك يعني في الاستمرار في هذا الميدان وتبقاي غادية في هذا المجال هذا رغم يعني لي زوبستاكل اللي كاينة؟ أكيد ما تيعترف لك الغير بالمجهودات ديالك، هذا الا ما تزيد قوه فوق قوه، وتتبين وخصك تبيني لهم ان هذيك الشهاده اللي تعطاتني ما تعطاتش من فراغ، ان انا باقا تنضل وباقا تنزيد وتنكد ونجتهد. هذا تزيد يحفزني انني نزيد نجتهد ونعطي للناس، لان ما داروا فيا الثقه وضعوا فيا ثقتهم وعطوني هذه الشهاده، الا خصني نكون اهلا لها والا بلاش باش تكون غير ورقه هكذاك. لا، انا خصني نبين علاش خديتها، نعطي ونزيد نعطي ونخدم ونعمل باش نبين لهاد الناس راه ما عطاوهاش غير هكذاك. سيده التحدي بامتياز لالا بديعه تبارك الله عليك. لالا بديعه الحديث معك زوين بزاف، وراه خصنا حلقات ثم حلقات، ولكن للاسف الوقت انتهى. بغينا قبل ما نختمو بغينا كلمه مع لالا بديعه العراقي، الناس اللي كيتبعونا تفضلي الكاميرا قدامك. انا تنشكر الجميع، وبقى تنقول لك تنشكر الناس اللي تيساندوني تيدعموني باش نبقى غاديه في هذا التحدي. ولا ننسى حتى الاستاذه نعيمه، راه حتى هي من الناس اللي هما قبطوا المشعل من بدايته. اليوم حتى هي راه كانت مع الثلاثي بوجندار، حتى هي راه كانت تغني، اللي ما عرفهاش الجمهور انا الان تنوضحها، راه كانت حتى هي في الميدان الغناء كانت تغني مع الثلاثي بوجندار، راه حتى هي بدات صغيره مع الثلاثي وتبارك الله غدا وتتكبر، بدات معنا في التقديم وتبارك الله هادشي بشهاده الجميع ان صلاة النبي ولات متفوقه. تنزيد لها دائما انا تنطلب لها النجاح والصحيحه الله يقويها. وتنطلب اللي تنطلب لنا من الامهات ومن الاباء نولي اولياء الامور ديال الطفل ولا ديال الشباب، ان منين يشوفوا شي موهبه عندهم في الدار ما يغضوش عليها النظر، سواء في الموسيقى او الغناء او الرسم، يحفزوا هاد الوليدات يشجعوهم. راه كاينين جمعيات، ما نقولش غير انا اللي كاينه، راه كاينين جمعيات في الميدان اللي هما تيشجعوا هاد الناس، غير خاص الوالدين يتبعوا وليداتهم ويدفعوهم يديروا هاد الشيء
وتبارك الله ما غادي ناخذوا غير الفراله وغير الحاجه الزوينه اللي ناخذوها نقدموها للجمهور الكريم اللي تيستحق منا كل التقدير والاحترام والمتتبع اللي دائما متبعنا. ومن هذا المنبر تنشكر كل الصحفيين اللي هما تيجيو لنا لا في الدورات المهرجان في الدورات ولا غيرهم ولا غيرهم اللي تيجيو يشجعونا ويديروا تغطيه كامله للمهرجان. وتنشكر الناس اللي تيشاركوا معنا، الناس اللي تيساهموا معنا، الناس اللي تيوقفوا معنا. وانا قلت كنقول دائما الشباب الا كان عنده شي ابداع يزيد فيه، ولهذوك الناس اللي هما ذوي الاحتياجات الخاصه خاص جمعيات تاخذ بيدهم، راه عندهم ما يقولوا، راه عندهم ابداع في جميع المجالات. وشكرا جزيلا للنعيمة للمقيمين على هذا البرنامج الممتاز الشيق، لا من تقنيين ولا من مساعدين، انا تنشكر الجميع. وتبارك الله تنطلب لكم مزيدا من الاستمرارية والتألق والنجاح. شكرا جزيلا للا بديعة. مشاهدي لو دي جي تي في ومستمعي لو دي جي راديو، كنشكركم مرة أخرى على حسن المتابعة. تحية كبيرة لطاقم البرنامج. نعيمة أم نادين كتقول لكم تبارك الله عليكم.